ومن يجهل الميدان او ينكره زي ما واحد امبارح حصل قال في التلفزيون الثوره خلصت فالميدان المفروض يتفتح ومحدش يروح عنده تاني، انا ارفض هذا المبدأ. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما بنيجي يعني نقول الاتهامات او كذا، مش عاوز ادخل برضي عشان ما نشعبش الموضوع، يعني ان دايما لما بتكلم في الراي العام بكون بكلم شعب باكمله او ملايين من الناس. لما اقول انا رايح اطهر الميدان فالمجمل على الموجود مش المجمل على اني رايح اطلع البلطجيه. ده رقم واحد. لا ننكر ان في بلطجيه موجوده، ولا ننكر ان في كل العبر حاليا موجوده، بس لا يمثلوا الضغط الفعلي في الميدان. لما احنا رحنا عملنا اليوم 8 يونيو حققنا مكاسب تغيير الوزاره، حققنا مكاسب اللي هو العلنية المحاكمة. أنا واحد من الناس حضرت اجتماعين مع رئيس الوزراء وأنا بيدي دي أشهد الله عليها إن شاء الله يوم القيامة، طلبت تفعيل قانون الغدر واللي بيتكلموا فيه حاليا من ضمن التوصيات. يعني في ناس اتكلمت فيها بس أنا من ضمن الناس اللي كتبتها في المذكرة بتاعت السكرتير رئيس الوزراء. ده رقم واحد. رقم اتنين، قلنا ان المحافظين والوزراء ورغم انهم حادوا عن هذا الكلام، ان طلبت عدم وجود اي كوتا للقضاء او للواءات او للناس اللي بتروح يعني تيجي بوظائف عشان يبقى محافظ لواء او محافظ قاضي او كذا. اللي احنا عاوزين نتكلم عليه عشان بس نبقى صادقين مع نفسنا، ان لما كنا شغالين من سنة 2005 في كفاية ثم 6 ابريل ثم الجمعية الوطنية للتغيير، كنا بنطلع مظاهرات علشان المعتقلين السياسيين. المعتقلين السياسيين دول كانوا جماعات إسلامية أو غير إسلامية، كنا احنا اللي بندافع عن الجماعات الإسلامية ولم نحدد فصيل بعينه. يعني بنقولش ان احنا عاوزين المعتقلين السياسيين أو عاوزين المعتقلين الربرانيين أو عاوزين كذا، كنا بنقول إفراج على جميع المعتقلين السياسيين. فده النهاردة لما احنا كنا المدافعين والخط الأول لكل المعتقلين السياسيين، يطلع من يجهلنا ويطلع من يخوننا ويطلع من يكفرنا. إن هل من المعقول ان شعب فيه 86 مليون نسمة ولو شلنا منهم الإخوة الأقباط هنقول كلهم ما عدا الجماعات الإسلامية او من يدعي ان هو من الجماعات الإسلامية او من يقول ان هو من الجماعات الإسلامية هو فقط المسلم وهو المخول له ان يتكلم بسم الله؟ ده ما حصلش. لا حصل كتير. لا حضرتك ممكن تكون ما قلتش. انا معلش بس نقطه للتعزيم. المهم على حصلش مننا لا كفايه. الاخطر ليه حضرتك منشط في الاخبار نازل من يصوت لليبرالي فهو حرام. مين صاحبه بقى؟ يا سيدي المهم الاخطر بس لذلك انا بقول خلينا في الموضوع. مظبوط مصريين. مظبوط. المخطط اللي احنا عاوزين الشيء اللي احنا مفروض نتخوف منه ومفروض حضراتكم كلكم تتخوفوا منه، ان اي صدام مع اي قوة او مع اي فصائل اخرى في مصر هيودينا الحرب اهلية بلا محالة، هيطلعنا الى صومال جديدة بلا محالة. وده اللي حضرتك اللي طالبه امريكا وبعتلنا ان باترسون، دي اخطر سفيرة في تاريخ الخارجية الامريكية. ده كلام احنا سيبناه وقلناه من قبل ما اكمل بعد ذلك. انا بكمل سجلها نقطه بس. هو ان باترسون دي اصلا كانت موجوده في كولومبيا وموجوده في امريكا اللاتينيه وكانت على راس الناس اللي كانت تعمل تصفيات سياسيه، ودي خطوره. ان باترسون بتيجي عملت باكستان، عملت يعني جابت راحت باكستان غربلتها اغتيالات وحطت رئيس وزراء ليس له قيمه والى اخره. فاحنا اول شيء لازم نعرفه ان اي مخطط للعنف او الاحتكاك او للتخريب هي وراء سياسة امريكية ليس هدفها الا تخريب مصر كلها. يعني ليس فصيل المسلمين انهم يمسكوا السلطة او الاخوان يمسكوا السلطة او الليبراليين يمسكوا السلطة، هي الهدف منها ان دلوقتي مصر اللي مفروض برضه نعرفه من اكتر خطورة، النهاردة امريكا مهددة باعلان افلاسها في 2 اغسطس الشهر اللي جاي. ده رسمي وقاله اوباما في خطبة او امبارح. المعنى بتاعت مش مصر اللي هتفلسها، بس الثورات العربية اللي حصلت حاليا وخوف الأموال العربية من اتجاه إلى أمريكا بدت تتجه إلى دول أخرى، بدت تتجه للهند للصين إلى آخر، فبدت الخزينة الأمريكية تخلو من الدعم اللي جاي من المناطق العربية. وبالتالي الكلام اللي قاله وزير البنية التحتية بنيامين بن العيزر يوم 27
يناير 2011 قال إذا سقط نظام مبارك سقطت دولة إسرائيل. اللي بيحصل حاليا من الانهيار الاقتصادي الأمريكي ثم يليه الانهيار الإسرائيلي فتنتهي دولة إسرائيل. هم حاليا في شبه انهيار، أمريكا حاليا في شبه انهيار اقتصادي بسبب الثورات العربية، ونجاح ثورة مصر هو نجاح لجميع الثورات العربية، لأنها تبقى جميع القائمين على هذا الثورة في مصر هبوا داعمين للثورة في سوريا، داعمين للثورة في تونس، داعمين للثورة في اليمن، داعمين للثورة في سوريا. فبالتالي ده الهدف، إن أنا حاليا أعمل فتن او اعمل اي حد اطلعه اي كلام واروح يروح ضرب لي بومبا كده ان كذا، ممكن واحد يجي بلطجي ويروح غازز واحد من السلفيين او الاخوه الملتحيين بمطوا في التحرير والتحرير يتقلب الى مذبحه. هي الفكره ليس احنا عارفين كويس السلفيين وعارفين كويس الاخوان المسلمين، وانا اعرف منهم ناس هم ليس اهل عنف حتى على الاقل في الفتره الفاضله، لكن احنا بنتكلم على التخوف والعمليه الشحن للفكره نفسها. فإحنا فعلاً إذا تخلينا عن مطامعنا الشخصية وعن أي هدف سياسي أو أي مغزى سياسي أو أي أو 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 تقسيم التورتة، أنا بمثل مصر يا أخواننا كواحدة ست أم معاها خمس أولاد ووقعت على الأرض، فجي واد بيشدها من شعرها، واحد بيشدها من رجلها، واحد بيشدها من إيدها، واحد بيشدها من الدراع التاني، وكل واحد فيهم متخيل إن هو بيشدها، لكن لم يتفقوا على إنه هم التلاتة يبتدوا يشيلوا الام كلهم كده، يتفقوا يبتدوا يمسكوها من مكان معين ويبتدوا يشيلوها بكل يعني بكل حنان ويحطوها على كنبه على كرسي على كذا. لكن اللي احنا بنعمله حاليا ان كل واحد متخيل ان هو بيساعدها، واحد بيشدها من شعرها عشان يحطها على الكرسي، واحد بيشدها من رجل الثاني عشان يحطها على الكرسي، واحد بيشد من رجل الثاني. فده اللي بيحصل في مصر حاليا، ان احنا بنشد عمالين نشد فيها وبنقتلها اكتر ما بنصحح المسار. فالهدف الاكبر اللي انا بقصده ان احنا نتفق على الاول على مصر ان ننقذ هذا بلد، وبعدين ندور على مكاسب سياسيه. المكاسب السياسيه دي موجوده في الشارع، اللي يحقق نجاح للبلد دي واللي يوصلها للاستقرار هو اقدر انه يدير مصر، سواء كانت الجماعه الاسلاميه، سواء كان الاخوان المسلمين، سواء كانوا الليبراليين. اللي بيدافع عن البلد واللي بيدافع على المبادئ واللي بيدافع على ان البلد دي تستقر هو الافضل انه يقود هذا البلد. فبالتالي اللي ينزل الى الميدان ليس هو ميدان اي حد، ده هو ميدان مصر كلها مسلميه ومسيحيه. فبالتالي احنا بنقول الدعوه والفتن او حتى الاشاره الى الفتن او حتى التصريحات اللي هي دايما بتيجي قدام الميكروفونات، الواحد لما بيوصل بيقف قدام الميكروفون بينفلت الاحساس بتاعه وبيروح يديها بقى تصريحات عشان التسقيف او عشان الهتافات او الى اخره. فالمفروض ان احنا نبقى اعقل من الهتافات واعقل من التسقيف واعقل من الصحافه، يسوري في الصحافه بالمضمون يعني الضوء، يعني انا مش بقصد يعني الانجذاب الى الصحافه او الانجذاب الى الاعلام. فهي بلدنا الاول والبلدنا في الاخر اللي احنا بنخاف عليها. فبالتالي انا واحد من الناس مطمئن الى حد ما، مش مطمئن الى حد ما من ناحيه اي فصيل محترم هينزل الميدان، ولكن ليس مطمئن للبرامج اللي تجينا من بره، سيناريوهات، والسيناريوهات دي ممكن تلتبس في اي شخص وبتدخل جوه وتزرع الفتنه. اللي انا عاوزه من الاخوه الجماعه الاسلاميه او اي حد تاني انه اذا حدث في الميدان ان يترفع بنفسه ويحط مصر في عينه، وان يشوف المصدر او يسيطر على نفسه وعلى اعصابه ولا ينجرف الى ايه؟ انه يعني توصل العمليه الى عمليه اقتتاليه ونبتدي نبص نلاقي راحت مذبحه وحصلت مذبحه في الميدان، اي نوع من الاحتكاك اللغوي ان انا ضد، انا مع الدستور، انا ضد الدستور، انا مع كذا، ممكن الواحد يتجنب هذا الحوار حتى لا يفتعل المشكله. يعني انا جاء واحد قال لي انا مختلف معاك يا اخي بلاش الدستور اولا، هروح اقول له لا الدستور اولا، احنا قلنا كده واحنا عملنا الثوره، لا انا المفروض اسيبه وامشي الافضل ضرا للفتنه. اذا غضب الله على قوم فهي دي الفكره. فرجاء سيناريو ان باترسون شغالين على فكره، اشتغل من يوم ال40 مليون دولار، يعني هي اللي رمت ال40 مليون دولار، هي وفي امريكا ال40 مليون دولار لم يصرح بها من السفيره اللي هنا، ولكن اتصرحت بها ان باترسون اول ما تم تعيينها او اول ما قالوا ان ان باترسون هتنزل مصر، قالت ان في 40 مليون دولار راحوا لمصر للمجتمع المدني والحقوقيين والكلام ده كله، لسه فيه ولسه فيه 50 مليون تاني. فادي بوادر ان باترسون. فانا ارجو من جميع اللي ينزل الميدان يحشد ضد هذه السفيره ويطلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفه ان هو بيقبلها الا يقبلها، لان وجود هذه المراه في مصر كسفيره هي فتنه وخراب لمصر وتدمير لمصر بكل المقاييس.
فإحنا في الأول نازلين الميدان إن شاء الله تعالى سبحانه إن نبقى إيد واحدة وعلى قلب رجل واحد كلنا، ونبعد عن أي مثير شغب أو أي مثير فتنة، ولا نسمح له بفرصة. ده أنا كلمتي يعني، مش هطول فيها. وإن شاء الله إذا الإنسان الأعمال بالنيات، يعني الإنسان إذا رايح على نية خير فهو على ما نوى. سليم، احنا بقولش، انا بقول